السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هاد السيد نفسك عليه الله تيجي على واحد العائلة يعطي كاع بحال هذوك اللي صحاح وهاداك الشيء واحد الأخت مكفوفة تيدور كاع مع هذاك كل شيء وهاديك المكفوفة ما تيعطيهاش واحد واش عاد شي دن في هادشي اللي تيخلي هذيك البنت اللي هي محتاجة ولا ما عندهاش شي دن. وأخيرا السيد اللي هو ذو مال وميسور وكيمشي يتصدق على الناس وهاديك المكفوفة ما كيعطيهاش، هذا من أصعب الأشياء. أن الإنسان إذا بغى يعطي المال إما يعطيه سرا وإما يعطيه علانية. علانية مطلوبة، ربي قال لنا وأما بنعمة ربك فحدث. إنسان كيبغي يعطي الفلوس أو يعطي صدقة وكيعطيها علانية، شوفوا أنا أعطيت، ليس لغاية أنه يبان بأنه كريم وجواد، ولكن باش يحفز الناس على العطاء ويعطي للجميع ما يخلي التحد. كل شيء يعطيه خصوصا المستضعفين. إذا شاف نفسه بأنه غادي يعطي الجهة وجهة ما يعطيهاش ويبقى في الحال، هنا كيعطي الصدقة سرا إذا خاف على الرياء، وإذا خاف أنه لا يعدل بين الناس. واحد الفئة غيبقى فيها الحال يعطيها سرا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهو كل صدقة كيفرح الناس، ولكن هذه المكفوفة الضعيفة ما يعطيهاش كينكد عليها وكيخليك تشعر بالنقصان، فهو فرح قلوب وأتعس قلوب. احنا الصدقة المفروض فيها نفرح القلوب. ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ أحب الأعمال إلى الله جاء في الحديث الصحيح قال لك هي سرور تدخله على قلب المؤمن. هذا أحب العمل إلى الله يحبه ويرضاه، سرور تدخله على قلب المؤمن. فإن لمشي تدخل السرور على واحد الناس عندك تجرح الآخرين. وغنبداو دائما بالضعفاء، وغنبداو دائما باللي هما عندهم عذر، بحال هي مكفوفة، بحال هو مقعد، بحال هو ما عندوش مدخول. كل ما خذينا اللي هما أقل فقرا كان الأجر والثواب زائدا. وربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي ابغوني في ضعفائكم، ابغوني اللي بغي عبر عن محبته لله، أن يبغي الله تعالى كيبغيه. ابغوني في ضعفائكم، فيما بلش واحد ضعيف هذاك هو باب الله، من ثم ربك يحبك لأنك أسعدته وقدمت له يد المساعدة ومسحت دمعته. الله تعالى يغنيك ويعزك ويكرمك. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.